خلينا ما سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا خليتونا غير في التربوده. السلام عليكم ورحمه الله. ازول في اللون. نفهم انه كاين صحفيين غالب عليهم خبزه مره ما هذا محتم عليهم يخدموا في صحافه الانبطاح، في صحافه الدعاره، في صحافه بودورو، كل واحد انه كان انواع تاع الرخص في الصحافه هذه. ولكن انه يوصل يعني النذالة توصل الى حد انه واحد يفوت البلادة، يلحق تاع البلادة تاع خلاص تاع فريمون هو تلمو غبي، يحسب الناس كاع اغبياء كيفو ويكتبوا شيء اللي يعبرهم الناس يصدقوه. وهذا وين نوجدوه؟ نوجدوه عند صحف ووسائل الاعلام اصحابها في الحبس بتهمة الفساد، لانهم اصحاب هذه الوسائل الاعلامية هما اللي دمروا الجزائر، ويجوا الانذار تاعهم الازلام تاعهم اللي قاعدين يخدموا في الوسائل الاعلامية ديالهم يجوا يطاولوا على الرجال. الور لما نشوفوا قناة مثل ديزا تي في تاع علي حداد عندها موقع صفحة تاع الفيسبوك تكتب واحد الأمور ما يتصورهاش العقل، ما يتصورهاش العقل، وأكيد أنه الناس اللي يجي يدبر عليهم تلقاهم سراجنة تاع المخابرات، يعني مستوى طايح خلاص نيفو تحت الرونجرز. لما قريت هذا الخبر اللي كاتبينه في هذه الصفحة هذه، أنا عادة ما نردش عليهم هذا صحافة بودور وكذا، خليهم ساكن لا غالب عليهم، خبزة مرة أنا نقول هذا خبزة مرة لا غالب عليهم، واحد يفهم الوضعية تاعهم وما لازمش تطلب الناس كامل يكونوا كيفك. ما تقدرش تطلب الناس كامل يكونوا كيفك، إذا أنت رفزت ما تحبش تاكل خبزة الرخص، خلي الآخرين ساكن لا غالب. أعذرهم، أنا نعذر، أنا نفضل نعذر، ولكن لما تلحق تكتب هاد التفاهات هذه ماشي تفاهات برك، يعني من العقل ما تخلوش. شوفوا واش كاتبين، شوفوا مليح. هذه الجزائر تي في تاع علي حداد اللي من الناس اللي كسروا البلاد، يهرب في الدراهم، يشري في لي زوتيل على ترونجي، يشري في كذا، الحق يمد 10 ملايين اورو دولار للمكتب تاع لوبين باش زعما يضغطوا على العصابة باش يخرجوه من الحبس. الإنسان تاع رشوة، كلش رشوة عنده. شوف الإنذار اللي يخدموا عنده، إنذار تاع الصح باش واحد يروح يخدم عند علي حداد ولا عند أنيس الرحماني، لازم يكون نزل من الدرجة تاع لتحت لتحت. دونك واش كاتبين؟ مصادر موثوقة. نقطتين، عناصر من الماك وحركة رشاد التخريبيتان ينتحلون صفة أعوان حماية مدنية ويلبسون ثيابهم من أجل خلق الفتنة وإثارة الفوضى داخل الجزائر. يعني هذوك اللي البارح كانوا يتظاهروا وضربوهم لابوليس راه ماهمش يخدموا في الحماية المدنية، هذوك راهم الماك ورشاد تلاقاو يتفاهموا واش كيفاش الماك وراهم يتفاهموا وشراو جاوا اللبسه تاع الحمايه المدنيه وهما اللي خرجوا باش يديروا الفوضى في شوارع العاصمه. يعني بعد نجوا نحلونا. ويزيد يضيف لك، شوفوا يعني اللي كتب هذا ما يستاهلش حتى واحد يوسخ يدو عليه بسقله ولا يوسخ بزقته عليه باش يدفل عليه. يقول نفس المصادر أكدت أن المغرب متواطئ وهو من قام بتمويل شراء الألبسة الخاصة بالحماية المدنية التي ارتداها هؤلاء المخربون. شوف البغالون بن بغالون اللي كتب هذه واللي مسؤولين عليه وقبلوها وخلاوها تجوز. يا بغالون بن بغالون، لما تقول بلي المغرب الحق يشري بذلة تاع لا بروتيكسيون سيفي تاع الحماية المدنية ويجيب الماك ورشاد راه في يده، خلاص ترتكم ما بقى لكم والو، ما بقى لكم والو.
وين راهو اجهزة المخابرات تاعكم التي يعذبوا في الناس؟ ياك التي يعذبوا في الناس، يعذبوا في الاحرار، راكم تاكدوها هنايا. ويجي يعني المغرب ويشري هاد البذلة والناس تخرج الشارع وكتا يا بغالون، راك طيحت بالاجهزة الامنية الجزائرية، راك طيحت بالجزائر يا بغالون، يا بغالون راك طيحت بالجزائر اللي راك بالعصابة اللي راك دافع عليها، راك طيحت بها، راك رديتها زيرو. كيما تاع هذاك اللي قال لك الشاب المغربي يدور في لاغروند بوس، سقسى بوليس، راح مغدو يكتبوا وقفوا وكذا، راح مغدو يكتبوا عليه، قال لك هذا اللي يحرك في او ان جاني يجي يحرك لك. اسمعوا للمغرب، حرك لك الشارع الجزائري، راه نشوفوا فيه سافادير غرقوا حبطوا الريدو، صار لكم انتم ما قدوش بالبوليزاريو ديروا هذا الشيء هذايا. 40 سنه البوليزاريو فيكم ما قدرتوش ديروا له مظاهرات في الصحراء الغربيه في العيون وفي الدخله في سمارة، ما قدرتوش ديروا له كل اسبوع مظاهرات، صدرك راكم تقبع. مش بيت تحميري تدري فيكم، يعني شوفوا جزائر مسكينة جات عصابة أغبياء، نقولها ونعاود، عصابة أغبياء كسرت البلاد، كسرت المؤسسات، واستعملت هذه الأجهزة تاع البروباغندا صحافة بودورو، استعملتهم باش زعما تأثر على الرأي العام، هي ما تأثرش على الرأي العام، ولكن نشرت التحميريت والتبغوليت نشرت التحميريت والتبغوليت ونشرت الغباء، نشرت الغباء والتمرخيص. هذا نظام الرخص والغباء، واش راح ينشر لك؟ واش راح يدير لك؟ راح يزرع غير هذا وهاو. نورمالمون هذا اللي يكتبها يضربوه بيناتهم، ما يضربوه في النظام لانه هو الحرام، ما ينصحوش به، يعطوه بالكفوف، يدوه العنطر، يعطوه طريحة تاع كلاب، يقولوا يا حلف راك طيح بينا، راك تردنا بلي أغبي، يعني المغرب الحق يشري البدلة تاع الحماية المدنية ويمول ويجيب ناس برانيين، وهذا الجيش كامل تاع الحماية المدنية في كل الولايات، راه في 20 ولاية. يا بغالون شبيك تكتب نيمبورت كوا ولا راجعوا نفوسكم، راكم كي سبحان الله. يقولوا الماك والماك، الماك راك ما عطيتوه فوق اللازم، يا هو عمر ما كان يحلم بها، سبحان الله العظيم. يعني وين وصلت دابور من جهه رخص تاع هذوما اللي يكتبوا، قل لي واحد اللي يقبل يروح يخدم عند علي حداد ويستنى منه ويخدموا بلا ما يخلصوا، كان يبقاو خمس شهور ست شهور ما خلصوش، وكان علي حداد برا مازال ما دخلش الحبس لانهم ارخاص انذال، انذال نقولها ونعاود، لانك اذا كنت تفحل ما تخدمش عند واحد دمر الاقتصاد تاع البلاد وتزيد تجي تخدم تكتب هذا الشيء هذا. وتشوف الصفحه تاع زير تي في، يعني من غباء الغباء. قال لي بصح باش يخدم عندي لازم يكون ما يعرف معنا شرف، ولا عنده جوج غرامات فهامه، ولا عنده ربع غرام في حورية ولا رجلة، ولا عنده ما حش راح تستنى منه. ربي يقدر الخير لبلادنا، هذا واش نقول. السلام عليكم ورحمة الله. خلينا سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك، طوروا في لي تونا في التربوطه.